سلام الغزالات الفنات البوكوصات، شوفوا واش دايره انا. المهم البنات مشينا الصباح تقضينا، ها نتوما شوفوا كلشي مرون كلشي مرون، وتجمعوا عليا الدراري. مشينا خرجنا في الصباح، جينا مع الوقيته ديال الوليدات اللي كيخرجوا من المدرسه، جبت بنتي هي الجاكيطه هاد غنحيدها. المهم البنات راني مهلوكه راني مهلوكه مريضه مسكينة انا. واحد البرده البنات، واحد الشتا، واحد الحاله ما نعاودش ليكم. المهم ها نتوما معايا نحيد حوايجي ونرجع لعندكم. الغزالات ديالي ها نتوما كيف ما كتشوفو مشيت لبست عاوتاني بيجامتي مكينه، جري عليا جري عليك، راكم عارفين دابا مع كورونا تبارك الله ما شاء الله زادت، ولينا حنا كاع كنتفاداو داك السبت ما مشيوش فيه، لان كيكون كي كتكون الدعوه عامره كلشي باغي يتقدى. ومشينا تقدينا اليوم البنات الجمعه، ولكن والعيالات والناس ديال المانيا منكم اخوتي ما خليتو لينا طحين، ما خليتو لينا زيت، ما خليتو لنا بابي جينيك، ما خليتو لينا حتى حاجه. مالنا المجاعه يكمل كلمه خطوات، قلت لكم ما تبقاوش ديروا داك الخطيف، جبت شري 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 شويه عليكم، خذوا جوج حويجات وجوج طحين خاصك تا خد اختي جوج ثلاثه وخلي الناس ما ياخذوا. كتبقاو تكيلوا من خرج ما لقينا، ما لقيت طحين، الزيت لقيت شي حاجه ديال الزيت مع كانت عندي هنا، المهم عندي واحد سته القرايه ديال الزيت. ايوا الخميره ديال العجينه ما كايناش، واصلا الرئيسه ديال البلاد قالت لهم بان راه كاين الخير، راه يعني كلشي مستوكي موجود الخير، ما تبقاوش ديروا داك الجرا. وشكون هادشي كيديروا؟ غير العرب، غير بس سوريين لبنانيين، المهم العرب عامه. اما الالمانيين المانيين كيمشيو كيشريو حويجه حويجه وكيخرجوا بحالهم، علاش مالنا في الجوع؟ وقولوا الله يستر نتوما البنات، والله قسم ما لقينا الطحين، قسما بالله شاريه الطحين باور ب 10 دراهم نص كيلو، لا اله الا الله والله العظيم. المهم البنات تقضيها، حنا درت ندير ديك التقضيه ديال 15 يوم باش ما نبقاش غاده جايه، راكم كتعرفوا البرد والشتا هاد الشيء البنات اللي كاين. المهم البنات خديت هادو ديال الجفاف، هادو مع راكم عارفين كنجفف ديك الجفافه ماشي ديك فريغونه ديال هادي، كنجفف بهاد الجفافه هادو، هادو دغيا كي صافي شويه كيتجفف بالماء شويه صافي، ومن بعد كتلوحي في الزبل. هادو البنات خديت جوج، وخديت تحبكم انتم اللي تاخذوا الميكاب. انا خديت بانيو ديال الميكاب 10 دراهم، خديت فانيا قولوا لي تخرجيه. المهم خديت هاد البنات هذا، خديت هذا، خديت هادو، هادو راه كاينين البنات في كوفلاند، هادو تا هما باورو في كوفلاند، هادو تا هما البنات هادو هما هادويا. خديت هاد الخريبة الطحين كيدير غير شي كدا و 40 واقيلا على ما عقلت ولا ما عرفت شحال داير، خديتو ب 10 دراهم هاد نص كيلو هذا. مالكم كديروا هاد الفضيحه هذا؟ مالكم خليوكو خذوا نتوما، خليو الناس ما ياخذوا، السوبر عطاهم الله الخير موجود، قلت لكم البنادم مستوكي، راه هادي غير واحد الوقيته اللي غيدير فيها بنادم الحجر الصحي وسدات مادام، وغيرجعوا عاود لحياتنا الطبيعيه. وشتو كان الحجر الصحي وكان كلشي محلول، مالكم كديروا بحال الاوباش كتبقاو تهزوا تهزوا تهزوا، كلشي موجود راكم في بلاد الخير. راه المغرب المغرب فاش كانوا دايرين الحجر الصحي وتبارك الله كلشي محلول وكلشي موجود، فين عاد اوروبا؟ وتكيسوا علينا خلونا حتى حنا ما نشريو. المهم البنات خديت هادو، المهم خديت داكشي مقضيه ديال الثلاجه وديك مادلينات البنات والعصير وداكشي، وخديت اللحم وخديت الدجاج وخديت المهم داكشي اللي خاصني البنات كما كتشوفوا، لان الا جيت ندير لكم الفيديو راه غادي يجيكم طويل بزاف البنات، الا جيت ندير لكم الفيديو ديال هذا الشيء كله غيجي الفيديو طويل وممل جدا. اللهم البنات قلت نتقاسم معكم داكشي اللي داكشي اللي ضروري بزاف. هانتوما البنات راني عاوتاني خديت البنات الحليب وداكشي، شوفوا باش 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 يكون عندكم واحد النظام، خذوا الحليب وداك السريلاك وداكشي كله خذوه للشهر. انا هاد السريلاك ما كناكلوش بنتي بالمعلقه، كنديروا لها في الحليب كتشربوا، لان بالمعلقه غنقلع انا وياها، باقا مسكينه ما كتعرفش. ها نتوما الحليب خديت ثلاثه ديال البواطات، ها هو طلع لي دابا غير بواطه، لان عرفتي شحال طلع، حنا راه ساكنين في الثالثه
وعرفتي مسكينه هادشي كله اللي كتشوفونا كله طلع بقى طالع هابط. قال لي صافي غنطلع الحليب غير اللي خاص دابا، والشي الاخر بقى تما بحال اللي لانجيت بقال لي لانجيتها وما طلعهم. خديت البنات ثلاثه من هادو زدت لي كوش، لان هذه يلا حليتها هذه يومين، وحده اللي كنت شريت معكم ديك المره يلا حليتها هذه يومين، وزدت ثلاثه الباكيت هي هذيك ضربوا ليها الشهر، ثلاثه ديال البواطات. داكشي خذوها البنات للشراس بقاو غاديين جايين دابا البرد والشتا بنادم كيعجز. المهم البنات هذه البطاطا هذه راه فيها 7 كيلو ونص، واقيلا دايره شي 3 اورو في كاوفلاند. المهم راه دايرين انكافو دايرين البروموسيون كاين الصون بالنسبه اللي بغى يمشي. والبنات بقاو تفاداو نهار السبت لان راه كورونا راه تزادت، وكوفلاند راه كيكون عامر وغتبقاو هكا ملاصقين مع عباد الله اللهم في وسط السيمانه، وتمشيو الصبح بكري بحال اللي درنا حنا اليوم. وبالنسبه للناس اللي كيعجبهم هذا الحوت، بالنسبه للناس ديال اسبانيا، هذا راه كان في ميركادونا هذا الحوت، ها هو البنات راه كاين في كوفلاند اللي بغى يشريه، راه كاين في دوك الثلاجات، الثلاجات اللي كيتحلوا في بلاصه الحوت من الجهه الاخرى اللي كيكونوا هكا كالبيبان، راه غتلقايهم تما داير اورو 99 يا داير 2 اورو البنات. ها هو بنين وزوين عرفتي بحال ديال اسبانيا، البنات كيعجبني كنحماق عليه. البنات بغيت نقول لكم واحد القضيه، المهم اليوم راه الجمعه، اليوم راه الجمعه، انا الفيديو كنديروا لكم كنحطوا لكم في نص النهار. هاد النوتيلا هذه الصغيره راه ولات دايره اورو 60 في كوفلاند، اللي بغى يمشي ياخذها. انا خديت جوج اورو 60 لان بناتي كياكلوها بزاف، اورو 60 باش ولات البنات، اورو 60 انغابوت غدا اللي بغى يمشي ياخذ كثر منها ويحطها في الدار بالنسبه اللي ولاتو كياكلوها. مهم البنات، وهذه البنات انا خديتها لبناتي وبالاخص للصغيره هكا في كينداغارتن، دايره شي جوج اورو شي حاجه. هاد طوماط سوريز هادو تشي طوماط هاد الصغيره هادي، هاد البنات هادو البنات بحال دابا هنايا في الروض كيبغوا الوليدات اللي مثلا دير لهم خبز فيه الفرماج فيه الكاشير، كيبغوا داكشي خبز الشوكولات وداكشي، وكيبغيو كيقول لك ديري معاه الخضره، ديري لها اما الفلفله ومطيشه التفاح البنان الخيار كاع داكشي اللي فيه الفيتامينات عرفتي البنات حلوه البنينه. هذه البنات ما تبقاش تخطاني من داري ديال كوفلاند، بنينه حلوه والبنه نبقى نجيبها حتى انا ناكلها. هذه جوج اورو وسميتو. وبالنسبه للبنات للرافاييلو، رافاييلو البنات كانت دايره 3 اورو زياده ولات غير 2 اورو وكذا و20. ها هي هذه ولات غير، المهم البنات كنقول لكم لي بروموسيون صافي. هادشي اللي كاين البنات، هادشي الاخر راه معاكم القضيه ديال الدار. بالنسبه اللي كتقلب على هذا اليوم هذه وما كتلقاهاش، راه كاينه في كوفلاند البنات، راه كاينه في كوفلاند كنشريها لبناتي كتعجبهم. شنو اخر البنات كنبغيو لكم غير حوايج سبيسيال صافي، تلا شي راه كتصفر. المهم غنكملوها نتوما معايا البنات. وقضيه اخرى بغيت نوريها لكم قبل ما ننسى، هذا البنات داير البنات واش اورو واش كدا و 80 سنتيم. والله البنات ما عقلت، خديت انا ثلاثه، هذا راه ماركه زوينه وريحتو كتبقى في الحوايج كتعطعط. انا نوريكم سيرة البنات هي دقيقة، صبروا صبروا معايا، منها موانسة معاكم ومنها كنخدم شغلي باش ما نقنطش حتى انا. هانتوما البنات خديت هادو بثلاثة لان هنا كنستعملهم، انا ضروري ما كنديرهم هنا، راه عارفة كلشي كيصايبهم هادو البنات. عرفتو فين غادي تلقاهم؟ شتي فين كيديرو داكشي ديال اورو في كوفلاند؟ بحال داكشي اللي شريت، بحال هاد التخربيق هذا اللي شريت، راه دايرين كاخات هكا و
ودايرين هكا الصفايات، دايرين هاد اللعيبات هادو، دايرين هادو، راه تما غادي تلقايهم. شو الثلاجات ديال البطاطا قبل الثلاجه ديال البطاطا، هما هنا ديال البطاطا فريت، هما من هنا وجيت البطاطا فريت من هنا، راه كاينين هادو البنات واش كداو 80 سنتيم واش اورو، المهم دايرين فيهم انقابوط. انا خديت هادو ثلاثه البنات، وشنو عاوتاني بغيت نوريكم. وبالنسبه كاين بزاف الناس يقدر يطلع لهم مشكل بحال ديالي انا، انا البنات كنت كنشري هاد الخبز هذا وكنديرو في البلاكارات من غير الصهد، كاع الصهد نقولوا راه كيغمال، ولكن حتى البرد الناس اللي كيغمال لهم هاد الخبز وما كيعرفوش السبب ديالو، هاد الخبز البنات ملي تشريوه حشيوه في الثلاجه، لان الا تحلو بقى غير 3 ايام على برا واخا البرد كيغمال. انا كنشريو كنديرو في الثلاجه، كيحلو كياكلو كيسدو كيردو للثلاجه، الا بقى في البلاكار كيغمال. هذا هو السبب بالنسبه للناس اللي ما عارفينش، لان كنت غنتسطى نقول ويلي هذه يلاه شريتها وحليتها يلاه يومين وغمالت ليا كيفاش، وعاد ضربت ليا في الراس، وليت كنجرب قلت غنخشي في الثلاجه وغنشوف، ولات ملي خشيت وليت ملي خشيتها في الثلاجه ما بقاش داك الشيء كيغمال. المهم هذا هذه هي الفكره ديالي، المشكل اللي كان عندي وراني عطيتو لكم. كما العيالات والله حتى الكاشير ما لقيتو، لقيت غير داك الزلامي داك الكاشير الافي داك المدور ساينو البنات، خديتو من عند التواركه نوريه لكم دابا، والله العظيم البنات الا باقا بلاصتو خاليه، نبقاو غير شي حبات خديتهم. وهذا ما بقاش، هذا لقيتو غير التركيه اللي حدايا، لقيت شي حبات هزيتو، وها الهمري والجوع وتقولي كلشي غيسد ويا ربي السلامه. مالنا خوتي على هذا الشيء هذا كامل، غير بلاتي عليكم كما خلاوها بعدا الالمان لانكزام بشويه بشويه خوتي، راه ما خليها ما غتخبقوا، راه نتوما اللي غديروا لينا المجاعه، تبقاو الناس يموتوا هنا بالجوع، شي كيهزوا كيكيل كيعمر في دارو وما كيفكرش خوه المسلم وحده اخر. المهم البنات، المهم الحريره هذه كانت بغات انت الحريره، خديت الكرافس وخديت الصبور ومعدنوس، ها الكرافس حنا عندنا كيدايرين، وخديت الصبور ومعدنوس ها هو هنايا دابا نديرهم ان شاء الله غدا نديرهم. صافي البنات هانتوما معايا، البنات هما هاد سميتو، بغيت نتقاسم معاكم، عندي ماريو هكا دابا تنسدو نوريه ليكم، كندير فيه المأكولات بحال هكا داكشي اللي كنجيبو زايد هكا مضوبل بحال الطون بحال مايس بحال ديك الجلبانة اللي معلبة بحال المكرونية بحال داكشي، وكنقاد داكشي بموات البنات ودوك ماضلينات وداكشي، هادي العسل هادي كانت عطاتها ليا ماما. مهم وداك التخربيق كله كنديرو البنات هنا، لان الكوزينه راه كتهز حتى كتهز وما كتقدش. مهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا، وكاينه هاد البليصه هذه اللي دايرها انايا للزيت وجافيل والمناضه وداك الشيء، عاد غنقد فيها داك الشيء حتى هو، وهانتوما معايا البنات. مهم البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا هنايا هاد الجهه كيف رتبتها، الا عندكم شي جهه في الماريو هذا هو الماريو، نوريكم صدوكم باش تشوفوا، هذا هو الماريو اللي عندي هنا. انا خصصت واحد المكان واحد الجهه للصبيبطات والجهه الاخرى قلت ندير فيها، لان الكوزينه ديالي ما فيهاش البلاكارات، راه البنات شي دوك المقالي وداك الشيء اللي شريت راه ما لقيت فين نحطه، راه باقي في داك الساك محطوط تما، داك الشيء باش ما كنبغيش البنات تشري معن ونشري حوايج، والله كون كان دوك المقالي زعما ما مخصوصاش منهم ما ناخذهمش. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا البنات بحال داك الشيء ديال بيموات وداك الشيء ديال لي شيبس وداك الشيء ديال هذا العصير، وهذا ديره الفوق باش اللي بغى شي حاجه يمشي ليها نيشان. هذاك الشيء ديال الكوزينه بالنسبه ل... هانتوما البنات باش تشوفوا مزيان، بالنسبه للطون هذا الطون، هذه السميده للاسف نسيتها بقات لي غير وحده. المهم هذه الزريعه ما بقاتش فين نحطها الفوق، وهذه نوتيلا البنات كيف ما قلت لكم راه خديت جوج، وهذا داك هذه بحال داك شتي داك الربيع ديال ديك البصله البلديه البنات، هذا سميتها نوريكم سميتها، ما عرفتش انا سميتها لا بالعربيه ولا بالالمانيه، عرفتوا البنات كي كتطلق تطلق واحد البنه في المرقه وداك الشيء غزال، هذا البنات ديروا لها السكرين زوينه البنات. وبالنسبه للمكرونيه وبالنسبه للسباغيتي وبالنسبه لهذاك الشيء، بالنسبه لهادو سميتو هذاك مايس هذاك الجلبانه المعلبه راس الحانوت، هذه هي باكيه الطحين، مول الطحين كيكون عندي 6 7 الباكيات في الدار، ما لقيناش والله يعطينا وجهكم ها العيالات والرجاله، واللي ما قدرتش تمشي كتصيفط راجلها يمشي يجيب لها هذاك الشيء.
المهم انا نقلب لكم بالنسبه هنا البنات المناظره ما طلعش راجلي كلشي لان التقهر مسكين عيا بحال الزيت باش ما تهاجمونيش عليها. الزيت انا دائما كنجيبها بزاف، هذه كانت عندي وقيلا كانوا بقاو ليا شي ثلاثه واللي بقى الزيت، لان ما لقيتش الزيت دوك الحبات اللي لقيتهم هزيتهم، ولكن كانوا باقيين واحد ثلاثه د الكراتن. بالنسبه انا كندير لينور، انا هذا هو اللي كندير معطر ديال الحوايج لينور، ومني لقيت هذا حتى هو ماركه زوينه دايرين فيه بروموسيون خديت منه ثلاثه. البنات راه انا عدت لكم هذا جافيل وهذا هو المسحوق اللي كنستعمل دالي. المناضه كيف ما قلت لكم راه بقاو النص ديال المقضيه بقات لتحت، داك الشيء الثقيل قال لي حتى لغدا كل مره نهز شويه. هذه الملحه البنات دائما كنجيب ملحه زايده، وهذا البنات راه البرغل والروز لان الروز تكفح ليا في سميتو. انا غنوريكم البنات حيت السيمانه اللي فاتت البنات كانوا دايرين بروموسيون في هذا، ها هو هذا البنات حاشاكم البنات في الدوش، بيرسيل بيرسيل البنات فيه 100 غسله، ها هي كانوا دايرين فيها بروموسيون قيله واش شي 12 اورو ولا مع 10 اورو، هو باقي عندي هنا غادي نحشيه لداخل. وهذا لينور كما قلت لكم هذا هو اللي كندير انا ملي كنجيب 3 4. والبنات حاشاكم هذا ديال الدوش قسما بالله، هاد اللي لانجيت هادو لا ولي على اللي لانجيت هاد البابي ديال الدوش قسما بالله الا لقيتو غير في الدي ام اللي حدا كوفلاند، وخديت جوج باكيات قالت لي لا غير باكيه وحده، هاد الباكيه فيها 10 كتعرفوا هذا حنا كنستعملوه بزاف. انا دائما يعني من قبل كورونا كنجيب جوج باكيات ولا كنجيب ديك الباكيه الكبيره عرفتوها البنات. المهم هذا الشيء البنات اللي خديت وهذا راه غادي نردو لبلاصتو. هاد البنات بيرسيل هذا راه كبير كانوا داروا فيه المره اللي فاتت داروا فيها البنات بروموسيون، ما انا اللي كنستعمل بالي، ولكن ملي لقيت بيرسيل دايرين فيه بروموسيون البنات كيس ملي لقيت البنات بيرسيل دايرين فيه بروموسيون خديته، يعني قرعه كبيره ضرب لك الشر تفوتو لك من ليه. اما انا كندير هذا مره كنشريه في الموف مره كنشريه في الزرق، انا كنسالي لي الزرق وجبت الموف فهمتوا البنات باش ما كطلع لكم ريحه ديال سميتو ما كطلعش لكم في الراس، فهمتوا كيفاش كطلعش لكم البنات في الراس. المهم اش غادي نقول لكم ندخل عاوتاني معكم الكوزينه وغنتحدث معكم والله العظيم الا الله يعطيكم الخير كنهضر معكم وكنقد داكشي كديت، وكنت بوحدك وكنت عجزت انا بقى غير نقول ونعيط لبنتي ولا جي تعاونيني والله العظيم زعما قال لك حديت ومغزل منين تلقاي معاه من تهضري ومعاه من ديري والله الا كتقضي الشغل. البنات قررت انني ندير البيبي كانت شهاتني فيه واحد المساخيطه راه غتفرج فيا مع واحد صاحبتي حتى هي عندها قناه زهره اوفيسيال دخلوا عندها هي كدير الشهيوات داكشي زوين. المهم البنات وكانت دارت البيبي وشهاتني، والمشكله البنات انا باغا ندير البيبي بالزبيب وبنتي وراجلي ما كياكلوش هي الزبيب وخاص راجلي ما كيتعجبوش ما لقى الحلوه. المهم شنو قررت ندير غنطيب لهم داكشي بلا ملحه تاي طيب داكشي وعاد نزيد ليهم عليها الملحه، وعندي سميتو عندي بطاطا فريت نقليهم بطاطا فريت وانا غنهز داكشي وغنزيد عليه الزبيب ونزيد عليه القرفه. واش غادي نديرو باش هاد البنات ما نخربقش راسي نبقى نطيب في جوج طاوات طيب هنا وطيب ليه راه بحال المقله الحلوه كتزيد عليها غير القرفه وكيكون العسل حتى هو العسل الحر. انا كندير فيه العسل الحر البنات ندير العسل الحر واصلا العسل الحر دواء. ايوا البنات هذاك الشيء اللي قررت ندير لا تضحكوش عليا هذا الطير ديال المعاجيز هذا. المهم البنات انتما كيفما كتشوفوا انا قطعت هذا الشيء ها انتما كنقطعوا غير سميتو ناري البنات شحال حاره يا ربي السلامه حاره البصله يا البنات ما كنحلوش نقطع البصله انا عدويا نقطع البصله ولكن اش غادي نديرو للضروره الاحكام. او صافي او مابقيتش كنشوف عرفتو في الاول البنات شنو كنت كندير كندير نضرب لابيسين ديال بنتي حق الله العظيم الا كندير نضرب لابيسين ديال بنتي هما اللي كندير عاد كنقطع البصله
والله. وفي المغرب ملي كنلقى شي حد كنقول ليه قطع انت، والله ما قطع. انا البنات رانا بديت كلشي كيتقلى هنايا، داك شويه ديال اليقامه، اليقامه عاديه البنات، الزيره، خرقوم، بلدي، مليحه، مليحه ما درتش البنات، كنجبير. المهم كاع اليقامه كامله وغنخليها تقلى، غنسد عليها البنات. المهم البنات كيف ما كتشوفوا راني داير هاد الباندا باش شو ما طيح ليا زعما حتى شي زغبه. انا عاد تفكرت هذا كنت نسيته، هذا ها هو غادي، راه كتسمعوا مرميطه كدير كتشحر. المهم البنات عرفتي واحد الرائحه فيه جد جميله، وكتطلق واحد البنه هي الريحه، ملي كتحط حتى كتحكيه عاد كتعطي الريحه، حيت كتحكيه بحال الريحه ديال البصله، سبحان الله العظيم. وهي راه ما وهي راه غير ديك الربيع ديال البصله. هانتوما البنات الا كتشوفوا هنا، هذا داك الربيع ديال ديك البصله اللي كيكون فيها داك الشيء هنا بيض، ديك البلديه عرفتوا، ملي كتحكوها كتعطي ريحتها الصراحه وكتعجب. البنات كيف ما كتشوفوا هذا هو البيبي ديالنا، بطاطا فريت ومريقه، وهذا هو البيبي عاوتاني مريقه معسله بالقرفه، وزدت فيها البنات العسل و الزبيب. الزبيب خليته في الماء تتحل مزيان، عاد درته خليته يطبخ فيها، وهذه حتى لاخر لحظه البنات، وعاد درت فيها الملحه. ايوا ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا ديما الغزالات ديالي كيف ما ديما تعشينا عرقناها الحمد لله، الله يديمها نعمه والله العظيم. الا جا بنينة البنات، شتي داك البيبي راجلي تسحبو الحم والله الا جا بحال الحم البنات. انا واقفه هنا حدا الباب كيف ما كتشوفوا واقفه حدا الباب البنات، ايوا جاني قلت نتفكر ايامات زمان ملي كنا كنساليو ونوقفو حدا الباب ونبرك، وما دابا ما فهمتو غدروج البنات، ها نتوما غدروج. ايوا قلت انا نوقف لكم هاد الوقفه، هذا رجلاني. ايوا المهم اش غادي نقول لكم، قالك اللي قال لي لا تقول لي، اللي قال ليك لا تقول لي. المهم البنات كيف ما كتشوفوا تقاسمت معكم النهار ديالي كامل، اما بغيتش البنات نديكم معايا منين نتغدى، لان كنتخربق وكنسى بزاف د الحوايج، لهذا قلت نوصل للدار ونتقاسم معكم داكشي وننظم داكشي كيف كننظم، منها تديو افكار، منها تديو شي حوايج اللي بزاف تا انا كنتفرج في اليوتيوبر يعني هنا اللي كاينين في المانيا، بزاف د الحوايج والله العظيم الا ديتهم غير من عندهم ما كنعرفش حتى انا، وكنتصنت وكنشوف وكنمشي حتى انا نشري داكشي باش حتى انا بغيتكم تستافدوا معايا. المهم البنات هكا كان الفيديو ديالنا، نتمنى انكم تشجعوني تبارطاجيو مع احبابكم ومع صحابكم، وهذا الشيء ما كان تشجعوني بلي كومونتير، وما تنساوش اللايكات. مهم البنات حتى الفيديو جديد ان شاء الله، وباي باي عليكم.